دكتور رشاد عبدو المفكر الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير. اهلا بحضرتك، بنسعد بوجودك دايما معانا، واسفين اذا كنا واخدينك من المباراه. المهم بس نكسب يا رب. يا رب مصر بتبذل مجهود كويس، وربنا يكرمنا باذن الله، وربنا يسهل وناخد الكاس باذن الله ان شاء الله. يا رب يا رب، احنا ورا يعني ورا منتخبنا ورا بلدنا في اي موقف وفي اي وضع. طبعا طبعا. كلمني حضرتك عن الجهود اللي بتعملها الدوله لدعم الاستثمار الاجنبي. من واضح الفتره اللي فاتت يعني ان في مجهود بيبذل من اجل جذب الاستثمار الاجنبي واهتمام بهذا الامر، كلمني عن هذه المجهودات. شوفي، ما كنتش اهتم اولا بالمستثمر المحلي، مش هيجي لي المستثمر الاجنبي. عشان كده الاستثمار هو الاستثمار. الاستثمار هو ايه؟ اتاحه مشروعات تشغيل ولادنا، ضخ انتاج في الاسواق، تصدير اكبر، تعزيز الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، ولادنا بيشتغلوا فبيدفعوا ضرائب للدوله، الضرائب بتحسن مستوى المعيشه والخدمه في المجتمع، وبالتالي المنظومه كلها على بعضها. والدوله مهتمه ايضا يعني بالاستثمار طبعا. يعني مش بس المستثمر الاجنبي، المستثمر المحلي يعني. ما انا عشان كده بقول لك الاستثمار هو الاستثمار، سواء محلي او اجنبي. والاجنبي مش هيجي الا اذا كانت بيلاقي ان الدوله بتقف جنب المستثمر المحلي، فبيطمن وبيتشجع. وبالتالي هل الدوله عملت حاجه للمستثمر او للاستثمار؟ بالدرجه الاولى انا بعتمد دايما على السياسات، السياسات هي اللي تعمل مش الاجراءات. إنما مصر وقفت جنب المستثمر في الفترة اللي فاتت، وبالذات في فترة الكورونا، بدليل إن الصادرات زادت والاستثمارات الأجنبية رغم كل الكلام ده بتزيد، المشروعات المحلية بتزيد، كل الكلام ده. طب عملت إيه؟ يكتفي إن أقولك إنها بالنسبة للمصدرين زودت رقم دعم الصادرات والمصدرين، يكتفي إنها أجلت مديونيات كل الشركات الاستثمارية 6 أشهر في 6 أشهر بنك المركزي دون أي فوائد إضافية، يكتفي إنها خفضت سعر الغاز في بداية الأزمة علشان تشجع المنتج إنه يشتغل أكتر ويعمل مشروعات أكتر وتنمية أكتر وهكذا. يكتفي إن أقولك إنها أجلت لهم الضرائب العقارية. عملت حاجات كتير قوي للمستثمر علشان إن يشجعهم، وخفض سعر الفايدة علشان يبقى تكلفة التمويل وإقامة المشروعات تكلفة منخفضة، فهذا يشجع مزيد من المستثمرين على إقامة المشروعات. فبلا جدال الشغل كان كافي جدا جدا جدا، حتى العنالة غير المنتظمة في المشروعات الاستثمارية. قلنا لهم يا مستثمرين، انتوا انا عارفين انكم مش قادرين تعملوا والعمالة غير المنتظمة، اديناهم في الفترة ديت معونات عشان يقدروا يعيشوا ويشتغلوا، انما كنا شطار. قلنا 3 أشهر في 3 أشهر ليه؟ عشان المنتج والناس اللي بتشتغل في هذا القطاع ما تعتمدش على انه انا جاي لي فلوس، لا، انزل واشتغل. وفي نفس الوقت الدوله رهنت على وعي المواطن، استخدم كمامتك واشتغل. كل مصنع، كل شركه، كل هيئه فيها فريق طبي على مستوى عالي. وقلنا احنا ما عندناش معركه بس اسمها كورونا، عندنا معركه اسمها كورونا وعندنا معركه اخرى اسمها التنميه. فعشان كده كنا ماشيين بسياسات متوازنه، وده اللي خلى صادراتنا زادت، خلى العمله بتاعتنا احتلت المرتبه الثانيه من بين كل عملات العالم من حيث الاداء. ومعدلات النمو بتاعتنا، يكتفي ان البنك الدولي بيقول مصر سنة 22 هي الثانية من حيث الاستثمارات والنمو على المستوى الافريقي وعلى المستوى العربي. فكل الكلام ده بيقول احنا اشتغلنا صح، دعمنا المستثمر بشكل ايجابي، وقفنا جنبه بشكل ايجابي، ذللنا العقبات بشكل كبير، كل ده اثر بشكل فعال في زيادة الاستثمارات. وانت يكتفي برضه ان اقولك ان الدولة المصرية هي الدولة رقم واحد في جذب الاستثمارات على مستوى إفريقيا، والثانية على مستوى العالم. ده اللي خليني أسأل حضرتك المميزات اللي موجودة في مصر لجذب الاستثمار، خاصة أن مصر بوابة أفريقيا، مصر الموقع بتاع مصر التطوير والتغيير والتنمية اللي بتحصل في يعني مش يعني لو اتكلمنا مش هنخلص يعني. فإيه المميزات؟ إنما أنت عارفة أهم حاجة تعرفي إيه؟ فضل. اللي الناس بتزعل منها السكان. السكان عندك فوق 100 مليون مستهلك، وده يخلي المستثمر عربي اجنبي نفسه يجي يشتغل في مصر. ليه؟ هيشتغل ويدخل. صدق حضرتك ان دي اول مره افكر يعني، يعني هو انا يعني علاقتي بالاقتصاد يعني مش لا احسن واضح حاجه. انت ما شاء الله ده انت بتحللي يعني، بتعلم من مداخلات حضرتك يعني. ربنا يكرمك. بس الحقيقه انه اول مره اخد بالي انه في ميزه ما
في هذه الزياده هذه الزياده السكانيه يعني. بالضبط، لانها مستهلك بيطلب منتجات البلد، فالشركات بتشتغل بكامل طاقتها، ولما تشتغل بكامل طاقتها ولها طلب انتاج كبير تبتدي تعمل خطوط انتاج جديده و يعني اكتفي ان اقول لك ان الحرب التجاريه اللي بين امريكا والصين، الصين ما تاثرتش قوي رغم ان امريكا منعت ورفعت قيود لانها قالت لشعبها اشتروا المنتج الصيني، فكل ما اشترى منتج الصيني متشكرين، انا لو كفيت بس على المنتج على الشعب الصيني متشكرين هبيعه بسكيل كبير. عشان كده مصر لما في اكبر مركز دراسات في امريكا قال ان قبل سنه 28 مصر هتبقى الاقتصاد رقم 6، فقالوا له ازاي الكلام دوت ليه؟ قال لهم عندهم فوق ال 100 مليون مستهلك. عشان كده مصر الاستهلاك والتنميه البشريه والبشر اللي فيها كل ما بيشتركوا اكتر وبالتالي بيطلبوا المنتجات بتاعه بلدهم دي او المنتجات اللي في السوق، ده بيشجع المستثمر يجي يشتغل لانه ضامن انه في طلب عالي. بالاضافه زي ما حضرتك قلت بقى ده مصر كمان بتصدر لافريقيا، ان بوابه افريقيا وكمان من خلال قناه السويس بتصدر لكل جنوب اوروبا، وبالتالي موقعها الوسطي بين العرب، كل الكلام ده بيدي امتيازات كبيره قوي بتشجع اي مستثمر انه يجي يشتغل. بالاضافه بقى انه مصر فيها ايدي عمال نسبيا رخيصه، يا رب تبقى مدربه اكتر كمان الفتره الجايه، الاهتمام بالتنميه البشريه، والحقيقه بقى في اهتمام كمان بتدريب العماله والرقمنه والتعامل مع التكنولوجي، يعني الـ بقى في ده دايما توجيهات بانه مش بس ان احنا يعني نعمل مصنع، انما ان احنا ندرب العماله بشكل يتوافق مع التطور التكنولوجي اللي بيحصل عليه يعني اللي موجود في العالم يعني. لان المستثمر اللي بيجي بيهمه قوي، واحنا فتره قلنا احنا عندنا ايدي عامله رخيصه ومدربه، للاسف الفتره اللي سابقه ما لقاش لا العامله الرخيصه ولا المدربه. النهارده بنهتم بالجزء ده بقى، بنوفر عماله وبندرب وابتدينا نشوف كمان نربط التعليم باحتياجات سوق العمل. عشان كده ابتدينا نعمل جامعات للحاسب الالي ولتكنولوجيا المعلومات، وابتدينا نعمل جامعه جديده للذكاء الاصطناعي، لان دي متطلبات المرحله القادمه، فلابد ان تواكبي. بالاضافه لابد نهتم اكتر كمان بالنت. ليه؟ العالم كله بيتكلم عن مدن ذكيه ودول ذكيه في اي مكان في العالم وفي اي مكان في المجتمع وفي الدوله وفي المدينه، بتقدري تعملي كل استثماراتك تفتحي مشروعك من خلال انك تتعاملي مع ده. مصر ابتدت تطور ده كله. عشان كده هل في علينا هوم ورك وعلينا واجب كبير الفتره الجايه نعمله عشان نقدر نستحوذ على اكبر جزء من كيكه الاستثمار في المنطقه؟ لسه كنت اقول لحضرتك، هل في اي امتيازات او تسهيلات جديده، او هل في يعني مجهود تاني ممكن يتعمل علشان الشركات العالميه تبدا، يعني الشركات العالميه كتيره تاني يبقى لها مقر في مصر؟ لازم هنبتدي نهتم اكتر كمان بالقضاء على البيروقراطيه، نهتم اكتر بالقضاء على الفساد، نهتم اكتر بتحسين بيئه ومناخ الاستثمار، نهتم اكتر ب زي ما قلت لك السياسات وليس الاجراءات، هنهتم اكتر بجزئيه التدريب، هنهتم اكتر بربط التعليم باحتياجات سوق العمل، هنهتم بحاجات كتير مطلوبه الفتره الجايه. عشان كده زي ما بيقول مثلا الانجليزي جيفن ستارت، بس انت ابدا واحنا بدانا، وربنا لما لقينا اكرمنا ولما لقينا ناس شغالين. اديكي شايفه احنا كنا بنقول قبل كده المستثمر فتره سابقه تعالى بس انا ما عنديش طاقه اتفتك معاك، النهارده الحمد لله الاكتشافات في الغاز خلانا دوله محوريه. بالاضافه ان احنا عندنا ميزه ان عندنا الشركات الاثاره، وده مهم قوي. ليه؟ لان احنا بناخد الغاز في صورته الغازيه الرخيصه بنعمله عمليه اثاره وبنبيعه بالغالي عشان نجيب مزيد من العمله الاجنبيه، العمله الاجنبيه بتساوي تلبيه احتياجات الشعب المصري من الاثاره الغذائيه والاساسيه والكلام ده كله، فاحنا ماشيين بخطى جيده جدا. وعشان كده الاستثمارات ابتدت الحمد لله تتدفق وابتدت تزيد رغم وجود الكورونا، وانا متفائل قوي بالفتره الجايه مع الحمد لله اللقاحات وانتشارها والكلام ده كله. عشان كده المصانع في العالم كله يعني الكورونا خلاص هتبتدي يعني تبقى يا رب، وعشان يعني كده المصانع في العالم كله يعني زي الانفلونزا مع الوقت بالظبط، وده كله خلى المصانع بتاعت العالم تتفتح، وبالتالي القدرات التصديريه هتزيد، وبالتالي العمله الاجنبيه بتاعتي بتزيد، وبالتالي ولادي بيشتغلوا بره بيحولوا بتزيد تحويلات العاملين المصريين بالخارج من العمله الاجنبيه اللي بتزيد. بالاضافه باذن الله السياحه بتبتدي تنشط وتزيد، فكل الكلام ده بيقول لا مصر دوله وعيه
مساعده بالاضافه لرسوم قناه السويس، والاهم من رسوم قناه السويس المشروعات اللي بتتنافس حوالين انضفاف قناه السويس. طبعا المشروعات حوالين طبعا جذبت لنا استثمارات كبيره، واللي هتخلينا نبقى جبل عالي جديده وهنبقى هونج كونج جديده، بس نعرف نسوق بشكل ايجابي وعملي وعلمي. زي ما اهتمينا بالاسلوب العلمي وفتحنا قناه السويس بعد سنه باليوم زي ما قلنا، برضه بنقدر نجذب استثمارات عالميه على منطقه محور قناه السويس، عشان نقول للعالم كله احنا قادرين وبالفعل بنقدر نعمل دوت. وبقى عندنا اهم جزئيه، وهي جزئيه بنسميها المصداقيه. انا بشكر حضرتك جدا دكتور رشاد عبده المفكر الاقتصادي على مداخلتك وعلى المعلومات اللي بستفاد منها انا شخصيا يعني جدا، لانه دايما حضرتك بتقول بشكل مبسط يفهم منه يعني الناس اللي هي ملهاش علاقة أو يعني دراية بالاقتصاد. وبعتذر أن أنا خدت حضرتك من الماتش، وإن شاء الله يعني نستكمل المباراة، وإن شاء الله يعني خلاص إحنا شكلنا في الدقيقة 111، فربنا يستر، وإن شاء الله يعني النهاردة تكون النتيجة يعني مرضية لينا ونقدر نحتفل جميعا. يعني بشكر حضرتك دكتور رشاد جدا.